قتل شخص وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم قطار بشاحنة نقل بالقرب من مدينة ميلبورن في أستراليا. وأفادت مصادر في الشرطة الأسترالية أن شخصا يبلغ من العمر 30 عاما لقي حتفه في هذا الحادث، حيث تم العثور عليه في حالة صحية حرجة للغاية قبل أن يفارق الحياة. وهرعت طواقم الإسعاف الأسترالية إلى مكان الحادث وقامت بإخلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تصادم القطار بشاحنة النقل.